مساء الخيرات والنعيم على كل المتابعين الكرام. اليوم راح نتحدثوا على نبتة التخاتيسكانتيا أو نبات المكحلة كما يسمى في المشرق العربي، في الجزائر أو في المغرب العربي يسمى بنبتة الميزيريا، لأنها مشتقة من الكلمة الفرنسية لاميزاغ أو مشتقة من اللغة العربية الوضعية المزرية، لأن هذا النوع يتأقلم مع الظروف المزرية والقاسية. يحتوي نبات التخاتيسكانتيا على أكثر من 75 نوعا عبر العالم. عندي هذا النوع تخاتيسكانتيا باليدا البنفسجية اللون، جميلة جدا، تتأقلم في درجة حرارة مرتفعة وكذلك شمس مباشرة لعدة ساعات في اليوم. تليها النبتة الموالية وهي تخاتيسكانتيا غرينغلاو. هذا النوع يمتاز بطوله الملفت، يعني يمكن أن تصل إلى المترين إذا وضعت في أحواض يعني كبيرة نوعا ما. أوراقه جد ناعمة ورقيقة. هذا النوع يعني يتأثر بالشمس المباشرة في أي وقت من السنة، لذلك نتجنب الشمس المباشرة بالنسبة لهذا النوع. تليه نبتة تخاتيسكانتيا سيلامونتانا. هذا النوع كذلك يسمى بنبات الفضية أو القطنية لأن أوراقه وبرية. هذا النوع كذلك لا يتأثر بالشمس المباشرة لعدة ساعات في اليوم، خاصة في فصل الصيف. كذلك عندي هذا النوع تخاتيسكانتيا البيفلورا فاريغاتا. هذا النوع موشح باللون الأبيض، ويوجد كذلك نوع موشح باللون الأصفر. هذه كذلك لا يجب تعريضه للشمس المباشرة لأن أوراقه تحترق. كل الأنواع التي يكون أوراقها ناعمة لا يمكن تعرضها لأشعة الشمس المباشرة، أما الأوراق السميكة نوعا ما فإنها تتحمل شمس مباشرة. هذا النوع كذلك من التخاتيسكانتيا مزروع عندي في أرض الحديقة، زرعته على حافة شجرة البرتقال. هذا النوع هو تخاتيسكانتيا بلوسفيلديانا، جميل جدا، يعطي أزهار بيضاء في فصل الربيع بشكل كثيف مقارنة بفصل الخريف. يتلقى شمس مباشرة في فصل الصيف، لكن أوراقه تتحمل يعني درجة حرارة مرتفعة، خاصة أنه مزروع كذلك في أرض الحديقة. نبات التخاتيسكانتيا موطنه الأصلي هو المناطق الاستوائية من العالم، وبالتالي يحتاج رطوبة متوسطة إلى معتدلة. إذا كنت تعيش في مناطق جافة فيحتاج إلى رش أوراقه بين الفينة والأخرى، يعني رداد الماء ببخاخ مرتين على الأقل في الأسبوع. لكن أنا لا أقوم برش أوراقه مطلقا لأن الجو عندنا في فصل الصيف رطب بشكل كبير جدا. نتحدث عن الإضاءة، يحتاج إلى إضاءة قوية ساطعة لكن بعيد عن أشعة الشمس المباشرة. كما قلنا هناك أنواع تتحمل الشمس المباشرة لكن لساعات قليلة. كما تلاحظوا هنا يا هذا الإصيص من نبات التخاتيسكانتيا سيلامونتانا، وضعته على سطح المنزل أيام فصل الصيف كلها، وما لاحظت عليه أنه تعرض إلى أكثر من 6 ساعات يوميا وهو في شمس مباشرة. لاحظت عليه أن الأوراق أصبحت متراصة ومتكدسة مع بعضها البعض، يعني لا توجد مسافة بين الورقة والورقة، وهذا شكل جميل أعجبني. أصبحت النبتة كثيفة والأوراق متكدسة، وهذا شيء أعجبني كثيرا في هذا النوع من النبات. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية كذلك النبتة أصبحت يعني الشمس المباشرة والحرارة المرتفعة قامت بالحد من طول النبتة، يعني أصبحت غير متدلية. وما لاحظته هذا الساق هو ساق داخل النبتة، يعني لا يتلقى الشمس المباشرة، الورقة متباعدة على بعضها البعض، هناك مسافة بين الورقة والأخرى، وكذلك الساق رقيق
يعني الساك رقيق يعني معرض للانكسار، لكن السكان التي كانت تتعرض للشمس المباشرة أصبحت سميكة وغليظة كما تلاحظون وغير قابلة للانكسار. يعني هذا النوع عجبني عند تعرضه للشمس الحارقة في فصل الصيف التي تجاوزت 45 درجة وما زال بهذا الجمال. يعني صح نبتة مقاومة جدا لكل الظروف المناخية، لكن في فصل الشتاء يتأثر بالبرودة وتصبح سكانه كلها جافة. أقوم بقص السطح العلوي كلية ويعيد النمو في فصل الربيع. التكاثر، تتكاثر نبات التراديسكانتيا بسهولة وذلك عن طريق عقل طرفية نقوم بقطعها يعني بطول 10 إلى 20 25 سنتيمتر. كما تلاحظوا هذا الأصيص العقل أصبحت تلامس الأرض، قمت بقطع العقل الطويلة جدا وسنقوم بإكثارها. نقوم بنزع الأوراق السفلية وذلك لتجنب تعفن العقلة، وسنضعها في الماء حتى ظهور الجذور. يمكن غرسها مباشرة في التربة لأن هذا النوع أقوم بزراعته دوما في التربة، ولكن هذه المرة سأقوم بالتجربة يعني أضعها في الماء للتجدير ومن ثم أقوم بغرسه في التربة. وقت الإكثار يكون في أي وقت من السنة، لكن يفضل يعني التكاثر في يعني في فصول النمو، يعني وقت نمو النبتة اللي هي بداية الربيع والصيف والخريف، لكن نتجنب أيام الحرة الشديدة لأن العقل سوف تتعفن. كذلك يمكن إكثار نبات التراديسكانتيا بالبذور إن وجدت كذلك، لأني تحصلت على بذور هذا النوع يعني سيلامونتانا في وقت يعني في سنوات ماضية ولكن لم أقم بزراعتها. هنا سأقوم بزراعة بعض الشتلات من نبات التراديسكانتيا في حوض. هذا النوع هو تراديسكانتيا زيبرينا بورغندي، تحصلت عليه من إحدى الأقارب، كان عندي ولكن فقدته في فصل الصيف. قمت بتجدير العقل في الماء حتى بدأت الجذور بالظهور، وسأقوم هنا بزراعتهم في حوض. يعني هنا أسبوع فقط من التجدير وبدأت الجذور بالظهور، سأقوم بجمع كل العقل هنا في هذا الحوض. كذلك نتحدث عن السقي. نبات التراديسكانتيا لا يحتاج إلى السقي يعني بصفة متقاربة، يعني نبات يتأقلم قلنا مع الظروف المزرية القاهرة يعني حتى جفاف التام للتربة. نكرر السقي مرة أخرى لأن النبتة جذورها دقيقة يعني ورقيقة وحساسة لكثرة السقي. يعني نبات تراديسكانتيا لا أقوم بسقايته في فصل الصيف إلا بعد مرور أسبوع، يعني أسقي أسبوعيا، وفي فصل الشتاء يعني أنساه تماما، يعني يمكن شهريا أقوم بسقايته. نبات تراديسكانتيا يعطينا ملاحظة على أنه يحتاج إلى السقي لأن الأوراق تصبح باهتة اللون، يعني سواء كانت خضراء أو موشحة بألوان سوف يظهر عليها الدبول أو بهتان الألوان. هذا يعطينا علامة على أنها تحتاج إلى السقي. عند سقايتها سوف تنتعش الأوراق مباشرة يعني بعد مرور نصف ساعة. أما تراديسكانتيا ذات الأوراق السميكة يعني فتتأقلم مع الجفاف التام للتربة. هذا بالنسبة لنباتاتي وفي الأجواء المحيطة بالمنطقة التي أعيش فيها. نبات التراديسكانتيا يحتاج إلى تربة مصرفة للماء، تربة خفيفة غنية بالمواد العضوية. إذا كانت نبتة داخلية أنصح بالتربة البديلة اللي هي البيتموس وأحجار البيرلايت. لمن لم يتابع حلقة التربة الخاصة بالنباتات المنزلية سأضع الرابط على يسار الشاشة. لكن
هذه هي العقل التي قمت بإكثارها. كذلك سأقوم هنا هذه العقلة من نبات التراديسكانتيا، قمت بتجديرها وسأقوم كذلك بغرسها في نفس الحوض. لكن هنا ملاحظة، هذا النوع من النبات التراديسكانتيا هو نفسه هذا النوع من النبات، يعني الموشح بالأبيض، لأنها يبدو أنها طفرة حدثت مع النبتة الأم وقامت ب يعني ظهور هذا الساق من النبتة الموشحة. قمت بقطعه وإكثاره وسأقوم بزراعته، وسألاحظ إن كان سينمو أخضر أو سيعود لنفس اللون الأصلي له. نبات التراديسكانتيا يحتاج إلى التسميد في فترات النمو، يعني بسماد الأمبيكا المتوازن مرة في الشهر وفي أيام النمو، يعني الربيع والصيف والخريف. أنا نباتاتي كلها أضع لها السماد العضوي في فصل الشتاء، وتستفيد منه النبتة في فصل الصيف لأنها نباتات خارجية بالنسبة إلي. تحتاج نبتة التراديسكانتيا إلى التكليم مثلها مثل باقي نباتات الزينة، يعني نقوم بتكليمها في بداية مراحل النمو، يعني مع بداية فصل الربيع. نحي أو ننزع الأوراق التالفة والمتضررة والسيكان كذلك اللي تعرضت يعني للظروف في فصل الشتاء، هكذا لكي نعطي لها فرصة أو دفعة للازدهار ونتمتع بها في فصل الربيع والصيف. كذلك ننزع الأوراق التالفة واليابسة. نبات التراديسكانتيا لم ألاحظ عليه يعني طيلة 7 سنوات من الاعتناء بهذه النبتة، لأنها من النباتات الأوائل التي قمت باقتنائها، لم ألاحظ عليها أي هجوم للحشرات، نبتة مقاومة لم تتعرض لأي أمراض فطرية ولا تعفنات، يعني نبتة أنصح بها المبتدئين في الزراعة، أنصح بها الهواة أو الأشخاص اللي يحبوا يعني الإخضرار على طول العام، لأنها نبتة مزدهرة طوال العام. هذه هي كل المعلومات اللي حبيت نقدمها لكم عن نبات التراديسكانتيا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات في باش تتعاملوا مع نباتاتكم. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى بحول الله. لكن ملاحظه، يعني راح نقوم ب يعني نشر فيديو واحد فقط في الأسبوع، خاصة مع بداية الدخول المدرسي، لأني كما لمن لا يعلم أني مستخلفة في مادة الهندسة المدنية كأستاذة في الطور الثانوي، وسأقوم بالاستخلاف في إحدى الثانويات مع بداية الدخول المدرسي، لذلك لن يكون هناك عندي الوقت الكافي يعني نشر فيديوهات أكثر من فيديو واحد في الأسبوع. كذلك أنا أقوم بتدريس الدروس الخصوصية في مادة الرياضيات ومادة الهندسة المدنية، لذلك راح يكون عندي ضغط يعني نوعا ما كبير، لذلك أستسمحكم لأني سأقوم بنشر فقط فيديو واحد في الأسبوع. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المعلومات وهذا الفيديو. نتلاقاو إن شاء الله في ساعة الخير وفي فيديوهات أخرى بحول الله، وسلام.